الافكار اللي تقدمها تونس لحل الجمود الحاصل المغرب العربي. اولا انا سعيد بوجودي في موريتانيا واشكر سيادة الرئيس على الاستقبال يعني الحميمي الذي حظيت به وحظي به الوفد التونسي. يعني بعد نجاح الزياره في المغرب انا على تم ثقه ان هذه الزياره ايضا ستكون ناجحه، وانا سعدت بان سيادة الرئيس موافق تماما على زحزحه يعني هذه الماكينة العاطلة اللي هي ماكينة الاتحاد المغاربي، وأنه موافق على أن تقع قمة مغاربية في أقرب الأوقات، وبطبيعة الحال هذا أيضا متوقف على موقف الشقيقة الكبرى اللي هي الجزائر، وبعدها سأذهب إلى يعني الشقيقة الكبرى، وأتمنى أن تكون أيضا وأنا واثق أن أيضا ستكون زيارة ناجحة. المهم أنه هناك الآن شعور في كامل المنطقة بضرورة يعني عقد هذا اللقاء ودفع عجلة الاتحاد المغاربي، لأنه لم يعد ينتظر، لأن تكلفة اللا مغرب هي تكلفة باهظة للشعوب سواء كانت على صعيد العام أو على صعيد الثنائي. وإن شاء الله هذه السنة ستكون سنة 2012 مثل ما رددت كثير مرة، ستكون إن شاء الله سنة الاتحاد المغاربي. تعتقدون أنه يمكن رفع كل هذه التحديات؟ نعم نعم، لأن هناك إرادة سياسية واضحة من كل القادة الذين قابلتهم ومنهم سيادة الرئيس، وأيضا لأنه هذا مطلب تاريخ، مطلب التاريخ والجغرافيا. وأنا أقول وأردد أن إذا كانت القيادات الحالية الآن لا تستجب لمطلب الشعوب ولمطلب التاريخ والجغرافيا، فأنه سيأتي من بعدنا من سيحقق هذا الطلب، وبالتالي فمن مصلحتنا نحن أن نكون نحن من يكون لهم شرف تلبية هذه اللحظة التاريخية. شكرا.